زيتي عم يسألوني إنه ليش ما عم تعملي حفلة كبيرة هيك وبارتي بمناسبة عيد ميلادك وتعزمين مشاهير ولويا وكذي. والله يا عيوني سمعي، مع الوقت لما تكبرين تصيرين تقتنعين. حسبي الله على ابليسك انت وياها صرقعتوني. نرجع حق محور حديثنا، مع الوقت لما تكبر راح تستوعب ان الناس اللي تحبك وتعزك مو ناطره حفله او عزومه عشان تعبر عن حبها وتقديرها لك بيوم مهم مثل يوم ميلادك. عندي يمعة صغيرة نفس اللي قاعد يصير معاي الحين، كل مكان أروح له كيكة صغيرة يمعة مع 5 6 من حبايبي اللي أدري أنهم يحبوا لي الخير ويتمنون لي الخير، أحلى وأونس وأسعد وأشرح مليون مرة من حفلة فيها فوق 50 60 نفر يغنوا لي هابي بيرثدي ولما يطلعون يحشون فيني من وراي. شغلنا السنة كلها مجاملات، السنة كلها يمعات. بمناسبات مثل هذه أنا بحوالين الناس اللي تحبني، بس الناس اللي أدري إنهم يتمنوا لي الخير. أشياء بسيطة تونسني والله، وردة، كيكة، مسج، مكالمة، كل عام وأنت بخير، كل من أرسل لي مقدرتكم كلكم وأحبكم كلكم وما قصرتوا اليوم وأسعدتوني وهذا عندي كافي يسوى الدنيا وما فيها، لا أبي هدايا ولا أبي حفلات ولا أبي لويا، اتصال، مسج، كلمة حلوة، تورتاية كافي علي. بالغالب ترى ستايلي كان قبل كذي، حتى من قبل السوشيال ميديا، يوم ميلادي أسكر تليفوني وأقعد بالبيت مثلا أنا واليهال ويا أبو حمود نطلع مثلا عشوة صغيرة كذي، يعني ما أحب حيصة وزنبليطة وأشياء وايد لا مالي خلق. طافت سنة وبتي سنة، يا رب كلها خير وسعادة لي ولكم إن شاء الله. ولما أطالع السنين اللي طافت أقول يا ربي سبحانك، يعني الواحد إيش كثر في أشياء كنت أبيها حيل من قلب، وزين في شغلات تزعلين عليها ليشنها راحت وتحاربين عشان توصلين لها، وسبحان الله كل ما قربتي منها الله يبعدها عنك، كل ما حسيتي إنك وصلتي لها بس الله سبحانه وتعالى ياخذها ووخرها منك، وتزعلين وتضايقين وقتها بس الله سبحانه وتعالى ما خذاها الا علشان يجيب لك اللي احسن منها. وهذا اللي انا تعلمته وانا طالع ورا اليوم. صار لي هالموقف وايد، ان كان بقراراتي في حياتي، ان كان باختياري حق دراستي، زعلت وايد ليش ما انقبلت بالطب وانقبلت بالهندسه، الله سبحانه وتعالى كاتب لي الهندسه لحكمه والسبب، عشان حياتي كلها ترسم عليها، عشان اعرف الريال الطيب اللي قاعد يمي. لما زعلت وايد على اني بوقف اعلام وتلفزيون وتركت كل شيء وسافرت وبعيش حياه عاديه، بعدين الله سبحانه وتعالى جاب لي اللي احلى واللي اجمل، جاب لي النجاح كله وانا مع احتفاظي الحمد لله ببيتي وعائلتي، ما اضطريت اني اخسرهم علشان اوصل حق نجاح، عرفتوا؟ كله لما قاعد افكر والله اقول يا ربي سبحانك، سبحانك احلى تدبير تدبيرك واحلى خط اللي انت سبحانك ترسمه. فانت بس تصفي نيتك وتبذل الاسباب وتسوي الشيء اللي انت تحبه وتتوكل على رب العالمين، سبحانه ربي يسخر لك الامور ويمشي لك اياها. هذا شيء بقول لكم اياه الحين بما اني كبرت سنه ما شاء الله وزدت خبره وحكمه، الله يزيدني نور على نور. كم صار عمري الحين ابو حمود؟ 51؟ لا 18 سنه. يا بعد شفت وقف عندنا 18 سنه وقفنا خلاص، انا 18 وانت 19 ولا 17؟ لا انا 15. اوي هذا بس اللي بقول لكم اياه، لا تحكم على حياتك كلها من بدايتها. اذا واقعك مو عاجبك ابذل الاسباب واجتهد علشان تغيره، وتعب على نفسك حيل، لان كل شيء تستثمره بنفسك راح يبين معاك باكر. الدنيا مو بس حظوظ، ترى الدنيا انك تتعب وتجتهد عشان باكر تحصد اللي انت سويته واللي انت زرعته. وابذل الاسباب وخلي الامور كذي، ربي سبحانه وتعالى بيمشي لك حياتك وبتشوف النهاية الحلوة، وما ياخذ منك شيء إلا ويعوضك باللي أحلى منه مليون مرة. فالله يكتب لكم إن شاء الله السعادة وراحة البال والرضا عن الذات، هذا لأن هذا الرضا هو مفتاح سعادتك في الحياة كلها. الله يقولوا لي حفلة أبو حمود وبارتي وكيكة،
أهم بنركب السيكل بروح ناكل سندويتشات بشار المطاعم. إحنا كذي احتفالاتنا سيبنا ونصف السيكل السنة. أهم شيء الوناسة وسعة الصدر. أحولوها ونأخذكم ولا تكبرونها ولا تفكرون فيها وايد. اللي تشوفونه اليوم عود باكر تنامون تقعدون الصبح تشوفونه شوية وصغير ما ينشاف بالعين. يا ما مرينا بلحظات حسينا والله الدنيا بتوقف، حسينا حياتنا ما راح نقدر نكملها عقب، حسينا ان احنا مخلوقين بنموت. الحمد لله استمرت الحياة وهذا احنا واقفين على ريولنا. انت تكبرها لا تصغرها وبس.